هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل فخاره الكوكيز الساخن مع الايس كريم. طيب علشان نعملها عايزين 100 جرام زبده، وعايزين بيضه فانيلا، ربع كوبايه سكر عادي، وربع كوبايه سكر بني، كوبايه دقيق، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره بيكنج صودا، عايزين كوبايه من الشوكليت شيبس، وللوش عايزين ايس كريم فانيلا وصوص شوكليت وكراميل. طيب اول حاجه هنعملها هناخد الزبده اللي عندنا ال 100 جرام، هنحطها كده هنا. وهنحط معاها السكر البني، وهنحط السكر الابيض العادي، وهنبتدي نخلطهم مع بعض. عندنا بقى هنا بيضة واحدة بس كده، هنحطها بيضة كاملة، وهنحط معاها الفانيلا. خلاص كده تمام التمام. عندنا بقى هنا كوباية الدقيق، ونص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبرضو هنخلطهم مع بعض. خلصنا، هنحط بقى الشوكليت شيب اللي عندنا. خلاص احنا كده تمام، هنحط دلوقتي منها هنا، ولا هندهنها ولا حاجة، وهي طبعا بتبقى نوعا ما أتخن من الكوكيز العادي. خليني أحط هنا في الصغنانة دي اللي هنفتحها مع بعض، ولا هندهنه ولا حاجة، زي ما هو كده هنحطها كده. دي بقى ما بتتحطش في الفرن غير قبل التقديم على طول، يعني مثلا عايزة أقدمها قبل التقديم يعني نقول ب 12 دقيقة كده بالكتير حسب الحجم طبعا، بنروح حاطينها. يعني دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ انا هحط دي علشان انا عايزاها تقعد تقريبا في الفرن 12 دقيقة، مش اكتر من 12 دقيقة. دي مش هتقعد في الفرن اكتر من 10 دقايق. شوفوا بقى، هنفتح الصغننة دي اهي. هنعمل ايه؟ هنجيب الايس كريم وهي سخنه كده ملهلبه. عايزاكم بس تشوفوا، بصوا قد ايه. يلا تعالى كده، بص شوفوا 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 الجمال. انا اهو، بصوا شوفوا، لازم تبقى طريه كده، شايفينها طريه ازاي. نحط دي بقى كده هنا، ونحط عليها الصوصات اللي احنا بنحبها.